الشوط الثالث. أما الآن تجرى الاستعدادات لانطلاقة الشوط الرابع، ونذكر بأن التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظات ما زال مسجلا باسم القصوى لعلي بن فراج المري، حيث قطعت مسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 51 ثانية و22 جزء من الثانية، وهي من توجد بناموس الشوط الرئيسي للحيل. الشوط الرئيسي للزمول ذهب لمصلحة مختار للسيد حمد بن غانم الهديفي، والذي قطع المسافة في 13 دقيقة 30 ثانية 75 جزء من الثانية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مع انطلاقة الشوط الرابع أنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن بريك المالك. شكرا للزميل سعد بن مثله العتيبي. متواصلين ايها الاخوة مشاهدين الاعزاء مع انطلاقة الشوط الثاني، وهذا الشوط الثاني الخاص بالزمول، الخاص بفئة الزمول والرابع في المجموع وفي هذه الفترة الصباحية. وتعرفنا على المراكز او على الاشواط الماضية والفائزين بالاشواط الماضية، وانتم ايضا مدعوون على ايضا الى معرفة والى متابعة هذا الشوط، لنتعرف بعد رحلة هذا الشوط ونهاية المطاف على الفائز بالمركز الأول، المركز الذي يسعى إليه ويطمح ويطمع جميع المشاركين. نذهب إلى مقدمة الشوط، الهبوب في المقدمة، عايدة ملكية الهبوب لبندر بن سعود المطرفي، ولكن التغيير أتى من قبل نجد لسالم بن عبد الله بن جبر الهاجري، غير نجد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، بينما الهبوب في المركز الثاني عايدة ملكية الهبوب لبندر بن سعود المطرفي، نقله إلى المركز الثالث شاهين لحمد بن محمد بن قعيس المري، أيضا يتواجد شاهين أيضا في المركز الثالث مع شعار بن قعيس، النقله إلى المركز الرابع وشعار بن مسعود، شعار بن مسعود يتواجد مصيحان لمبخوت بن محمد بن مسعود المري على رابع المراكز، نقله الى خامس المراكز، ومن يحتل المركز الخامس سراب، وهذا هو شعار مختار من فاز وحسم مجريات الشوط الاول الرئيسي للزمول في هذا اليوم. عايدة ملكية سراب لحمد بن غانم الهديفي، ايضا في القياده سعيد بن رشدان المري هو من يقود سراب المتواجد على خامس المراكز. وارى التغيير على مقدمه الشوط من قبل شاهين، غير شاهين الى الصداره والى المقدمه والى المركز الاول مع حمد بن محمد بن قعيس المري، ينطلق وينفرد شاهين في هذه الاثناء وفي هذه اللحظات، بينما النقلة إلى المركز الثاني. ثاني المراكز يتواجد هنا نجد، وأيضا تشاهدون وأيضا يعطيني الزميل المخرج العزيز أحمد الحمادي الفائزة بالشوط الأول الرئيسي وصاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم وصاحبة الشوط الرئيسي القصوى، من تشاهدونها تقف على خط النهاية قاطعة للمسافة وأيضا مكملة مشوار الشوط الأول الرئيسي
الحساس في 12 دقيقة 51 ثانية و22 جزء من الثانية. المملوكة لعلي بن فراج المري ذهب هذا الشوط الأول الرئيسي. تهانينا أيضا لبن فراج على إحراز الشوط الأول الرئيسي وتحقيق أفضل توقيت، وأيضا الشكر لبطلال مخرجنا العزيز أخي العزيز الذي أعطاني هذه الصورة، وأيضا مركز الحمادي كعادته دائما. عودة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء إلى شاهين لحمد بن محمد بن قعيس. المري يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول وعلى الصدارة كعوائد شاهين في مقدمة الشوط، وأيضا قطعنا أول 3 كيلومترات من مشوار اليوم ومن مشوار هذا الشوط. نقلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني يتواجد فيه الهبوب لبندر بن سعود المطرفي في ثاني المراكز، ويلاحق الشعار المطرفي شعار بن مسعود أرى التواجد في المركز الثالث من قبل مصيحان لمبخوت بن محمد بن مسعود المري، ولكن أرى شعار يتدخل هنا انطلاقة قوية من قبل الفارس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وهذا هو شعار نزاعة وشعار جميلة وشعار مزنة وشعار العديد والعديد وش بنعد وش بنخلي المكسور، شعار العديد من الأسماء المتألقة المملوكة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وأيضا في القيادة المضمر القدير ناصر بن سالم المكسور. نار على علم المكسور، نار على علم في عملية التضمير. نقلة إلى المركز الثالث، ثالث المراكز. هنا يتواجد أم صيحان موجود في المركز الثالث لمبخوت بن محمد بن مسعود، يليه في المركز الرابع من بدأ بالتسلل وبالانطلاق في رابع المراكز بركان، عائدة ملكية بركان لحمد بن حسين بن جرحب المري، أيضا من فطاحلة التضمير وكبار المضمرين بو حسين الموجود في هذا الشوط الثاني، ولكن في المركز الرابع ويتسلل بدوره إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. بركان النقلة إلى المركز الرابع، رابع المراكز مصيحان لمبخوت بن محمد بن مسعود المري. النقلة إلى المركز الخامس، هذه انتقالتنا إلى خامس المراكز. الهبوب وهبي الهبوب الباردة، هبي بندر بن سعود المطرفي. إذن هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير، إلى التغيير الذي طرأ وجرأ على مقدمة الشوط. الفارس هذا البطل الشجاع ينطلق في مقدمة الشوط، الفارس ينطلق وينادي هل من مبارز فليتقدم إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا الفارس ويا انطلاقة الفارس، هذا هو شعار نزاعة من أحرزت الشوط الأول المركز الأول في الشوط الماضي. يسعى أيضا شعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين لحصد النقاط مع المضمر ناصر بن سالم المكسور. هذا هو الفارس في مقدمة الشوط، هذا هو الفارس تشاهدونه متحمل أصعب مهمات هذا اليوم وهذا الشوط. المركز الأول والقيادة له، يا سلام يا الفارس لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. التضمير مع ناصر بن سالم المكسور، نقلة إلى المركز الثاني. شاهين يتواجد شاهين في المركز الثاني لحمد بن محمد بن قعيس المري، وآخر 3 كيلومترات. يا سلام، آهن من هذه اللوحة، لوحة 3 كيلومترات. وأيضا هناك كما سماها المعلقون والمعلقين قبلي محشر المضمرين مع الكيلومتر الأخير. المركز الثالث
ثالث المراكز هنا بركان لحمد بن حسين بن جرحب المري وعينه على مقدمة الشوط بركان، وأيضا يرافقه حمد بن حسين بن جرحب في التضمير وفي المسايرة وفي المتابعة من يحتل المركز الثالث. والمراكز الثلاث الأولى متقاربة بعضها من بعض، وأيضا ستلتحم في الوقت المناسب. نقل إلى المركز الرابع، هنا أم صيحان عائد في المركز الرابع لمبخوت بن محمد بن مسعود المري، وخامس المراكز أول نداء لمبلش لحمد بن سعيد بن مهيره المري. هذه الخمس المتقدمة الأولى أيها الأخوة الكرام مشاهدين الأعزاء، وهذه عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى الفارس، إلى الفارس، ولكن الفارس وشاهين في الصدارة، الفارس وشاهين، الفارس وشاهين وبركان. ومتى سينفجر البركان وتتدفق الحمم البركانية؟ ولكن شاهين يتسلل، شاهين يتسلل التسلل الملموس والتسلل الواضح للعيان على شاشة التلفزيون. يحمل الرقم المميز وينطلق، يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين. يقود حمد بن محمد بن قعيس، يلا يا بن قعيس آخر كيلو مترين. بدأت التعليمات من خلال الأجهزة، بدأت التعليمات المضمرين، بدأوا بالأجهزة وبدأوا بالنداء وبدأوا بحث الخطى إلى الانطلاق إلى ناموس الشوط. يا سلام، الفارس، الخوف، الخوف على شاهين من الفارس، الخوف على شاهين من الفارس. من يتواجد في المركز الثاني؟ لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، التضمير مع ناصر بن سالم المكسور. المركز الثالث هنا يتواجد بركان لحمد بن حسين بن جرحب. المركز الرابع يتواجد مبلش، يا بلشتكم من مبلش. من يتواجد على رابع المراكز؟ لحمد بن سعيد بن مهيره. المركز الخامس مصيحان لمبخوت بن محمد بن مسعود، وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. شاهين يقود الشوط ويقود هذه الزمول. يا سلام يا بن قعيس، الله يا بن قعيس، مشكور يا بن قعيس على قيادة شاهين، والشكر مضاعف إن فاز، الشكر مضاعف. أنت وصلت مرحلة ممتازة إلى هذه اللحظة وهو يقود هذا الشوط، وهذا بحد ذاته جهد يشكر، أيضا وأيضا جهد يشكر ويذكر لك يا مضمر شاهين. ولكن أكملها، أكملها يا بن قعيس، أعطي الأوامر بالانطلاق. شاهين يقود الشوط ومنفرد شاهين. يا سلام يا سلام يا شاهين، بانت المنصة، بانت، ودخلنا الكيلو الأخير، المحشر، محشر المضمرين إنجاز التعبير. هنا يحشر المضمرين، ينطلق بركان، ينطلق بركان ويتسلل بركان، الخطورة من بركان، ولكني أرى الهبوب، هب الهبوب، هبة العاصفة، هبة الرياح. يا سلام يا الهبوب. في المركز الثالث لبندر بن سعود المطرفي، المركز الرابع مسعف لناصر بن علي بن دلهم الهاجري. شاهين والهبوب، شاهين والهبوب، المعركة طاحنة على تحقيق الشوط، على تحقيق الناموس. شاهين الأقرب، شعار بن قعيس الأقرب. يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين على مقدمة الشوط وبدون مضايقة حتى هذه اللحظات. يا أعصاب، أعصاب، أعصاب عند بن قعيس، حرك يا أخوي، حرك يا أخوي، يرى الخطورة قادمة. والجماهير تطالبك، جماهير شاهين يطالبونك بإحراز نقطة هذا الشوط. الحزام الأخضر يقترب، المنصة الرئيسية، وصلنا المنصة، وصلت المنصة، ولكن بدون أوامر بن قعيس. للمعلومة أيها الأخوة مشاهدين الكرام والأعزاء، بدون أوامر تذكر. أيضا شاهين يحسم مجريات الشوط بدون أوامر، كعوائد شاهين وكعوائد مضمر شاهين. حمد بن محمد بن قعيس المري يحسم المجريات، تهانينا. والناموس يقترب من خط النهاية، لحظات الوصول. المركز الثاني مسعف لناصر بن علي بن دلهم الهاجري. المركز الثالث، ثالث المراكز، بركان لحمد بن حسين بن جرحب المري. المركز الرابع، المركز الرابع، رابع المراكز، الفارس لسعيد بن محمد بن زايد
الخيارين، بينما المركز الخامس من احتل خامس المراكز هنا الهبوب لبندر بن سعود المطرفي، أتى في المركز الخامس الهبوب. وأيضا كل التهاني والناموس لكل الفائزين في هذه الأشواط الصباحية المثيرة التي نشاهد من خلالها الالتحام والتنافس والقوة والإثارة الموجودة، ونشاهد شاهين عندما انتزع هذا الشوط بسلام وأمان وأيضا بدون أوامر تذكر. قطع المسافة شاهين في 13 دقيقة 22 ثانية 76 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك شاهين ولمحبين ولعاشقين هذا الشعار. قطع المسافة كما ذكرنا، تهانينا لحمد بن محمد بن قعيس المري على فوز شاهين بهذا الشوط المركز الثاني. أتى واحتل المركز الثاني مسعف بتوقيت زمني 13 دقيقة 24 ثانية 13 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مسعف وأيضا لمضمر مسعف ناصر بن علي بن دلهم الهاجري المركز الثالث. بركان قطع المسافة في 13 دقيقة 24 ثانية 25 جزء من الثانية. أيضا التهنئة موصولة لمالك بركان حمد بن حسين بن جرحب المري، كانت